يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك نوع من أنواع التوسل يسمى التوسل إلى الله بذكر الحال؟ نعم، إظهار الفقر. قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بحاله وما أصابه من المرض، فيتوسل الإنسان إلى الله بحاله وفقره وحاجته إلى الله عز وجل. نعم.